السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده موقع تعليمي جميل جدا، فيه حاجات رهيبة ما يقارب من مليون محاكاة. تعال نشوف مثلا حاجات فيزيائية، حاجات كيميائية، حاجات رياضية، زي ما انت عايز. تمام، زي ما انت شايف عشرات التجارب اللي احنا ممكن نقعد ندرسها كتير. تمام، كنا نسمع عنها او نشوفها 2D، دلوقتي بقت 3D بشكل جميل جدا. خلينا مثلا نشوف العدسات، فبيبدأ يوريها لنا. Interactive Simulations، العدسات والمراية اهي. تقدر تدرس مثلا لو انت خليت المسافة هنا الراديوس اهي، في أشعة كتيرة طالعة منها، مفيش أشعة، هكذا. تزود السكند بوينت، زي ما قلت لك مليان تجارب كتيرة جدا. العلوم بتاعة الأرض، لو انت عايز تشرح لحد مثلا حاجة زي الجاذبية، النظريات والحاجات دي كلها. sunlight والانفراريد، سلو، نورمال، درجة الحرارة، لو في كلاود هيبقى عاملة ازاي. فكر لو حط مثلا أشجار هيبقى درجة الحرارة تبقى عاملة ازاي. حاجات في الماس، وكل تجربة فيها شرح مفصل، صور وكتابات وكل حاجة. ده ال أول مرة أشوف موقع الصراحة بالتجارب الكثيرة جدا ديت. اعتقد دي الكهرباء الاستاتيكية. انا بعمل فكات في الكهرباء الاستاتيكية.
يعني ابعتوا الموقع ده للمدرسين والطلبة، يفيدهم جدا يعني.